النهاردة كان في قرارات مهمة. الأول لمحافظ الإسكندرية اللي أعلن إغلاق كافة الشواطئ، عددها 61 شاطئ للحد من التجمعات على الشواطئ. يا جماعة كده خلاص إسكندرية الشواطئ فيها مقفولة، ما تحاولوش إن أنتوا تطلعوا على أي شاطئ. بالإضافة إلى إغلاق حدائق المنتزه والمعمورة. وزارة الزراعة كمان أعلنت استمرار غلق كافة الحدائق والمتنزهات خلال أعياد شم النسيم حفاظا على المواطنين، وطبعا منعا للتجمعات لأنها كانت هتبقى مشكلة كبيرة جدا. معايا على التليفون دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة. مساء الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. حضرتك يا دكتورة، أهلا بيك. تفاصيل هذا القرار وأسبابه. طبعا الحقيقة زي ما حضرتك عارفة احنا عندنا وزارة الزراعة حريصة على التعامل مع مختلف الأزمات، والحكومة المصرية الحقيقة بتظهر في التعامل مع الأزمات بمختلف أشكالها وأنواعها، منهجية وآليات واضحة جدا. احنا بنتبأ بالأزمة، بنبدأ نتعامل في إجراءات اللي ناخدها علشان نتجنب الدخول في الأزمة. لو في أزمة لا قدر الله تعرضنا ليها بيبقى في إجراءات متتالية، وكل موقف وفقا لكل معطى خلال الأزمة بيتم التعامل بشكل احترافي وبشكل متكامل ومتناغم علشان نخرج بسلام ونطلع بتوصيات واضحة نبدأ نطبقها فيما بعد. أيوة. أظن ده كان المنهج اللي بتطبقه الدولة المصرية، وأظن ده اللي بنحاول ان احنا نطبقه كمان عندنا في وزارة الزراعة. طبعا احنا عندنا في مجموعة من الحدائق والمتنزهات، طبعا احنا داخلين على فترات من الأجازة أو هتبقى مكان للمزيد من التجمعات، فاحنا بناء عليه اخذنا قرار باستمرار غلق الحدائق. أيوة. حفاظا على صحه المواطنين. الحقيقه صحه المواطنين اهم من اي حاجه ثانيه، فبالتالي تم اتخاذ هذا القرار استمرار تعليق العمل في الحدائق، وده طبعا بياتي تباعا مع ان احنا كمان اخذنا مجموعه من الاجراءات لتوفير كل المعدات اللي بتملكها الوزاره لعمليات التطهير وتسهيل عمليات التطهير لكل المنشات الحيويه، واحنا طهرنا اكثر من 8000 منشاه. كمان بياتي في ظل مجموعه الاجراءات الاحترازيه اللي احنا واخدينها، وان احنا كمان بدانا نطير بعض التراخيص اللي كانت ممنوحه لفترات اطول بدل ما نخلي المواطنين يجوا يتكدسوا علشان يجددوا التراخيص. فالحقيقه في مجموعه اجراءات كتيره الوزاره اخذتها علشان خاطر نتلافى هذا الوضع او هذه الازمه اللي بيمر بها العالم اجمع، وان شاء الله باذن الله تعدي مصر منها على خير ونعود اقوى بشكل اكبر ان شاء الله. والحقيقه الدولة المصرية الحقيقة بتظهر كفاءة في التعامل مع الموقف الحالي بشكل واضح جدا. دكتور محمد، يعني كل الأماكن هتكون مغلقة غلق تام ولا في أماكن عامة مفتوحة؟ يعني في ناس ممكن تفتكر إن في بعض الأماكن مفتوحة فيضطروا عايزين ينزلوا يخرجوا فيخرجوا علشان يدوروا على أي أماكن مفتوحة، فإحنا عايزين نعرفهم يعني إيه بالظبط اللي هيكون موجود علشان لو ما فيش أماكن ما ينزلوش من البيت أصلاً. لا الحقيقه احنا كل الاماكن الحيويه اللي بتتبع وزاره الزراعه احنا استمرينا في اجراءات غلقها وعمليات تطهيرها المستمره حفاظا عليها، يعني مثلا حديقه الحيوان او الأرمان او الاسماك او الحدائق التابعه ليهم، فدي الاماكن المتنزهات الرئيسيه وديت احنا اغلقناها او استمرينا في غلقها حفاظا طبعا على صحه المواطنين. زي ما قلت لحضرتك الاهم والعامل الحاكم في كل حاجه هو صحه المواطن المصري، هو ده الاساس، هو ده الاساس اللي احنا بناء عليه بنتحرك. فاحنا بناء عليه اخذنا القرار ان احنا يكون في استمرار لعمليات الغلق. احنا كنا اغلقنا الحدائق من فتره الحقيقه، وكنا بنقوم بعمليات تطهير متتاليه زي ما ذكرت لحضرتك، مش بس في الحدائق ده كمان في كل المنشات وكمان في مباني الوزاره والمباني التابعه ليها والمعاهد البحثيه والمراكز البحثيه اللي موجوده عندنا في وزاره الزراعه، وحريصين بشكل كبير على عمليات التطهير وتسخير كل امكانيات الوزاره للتعامل مع موقف وهذه الأزمة، طبعا بالتنسيق مع كل الجهات المعنية في الدولة علشان نكون في حالة تناغم متكاملة في مواجهة هذه الجائحة اللي بيمر بها العالم. فإحنا استمرينا في إغلاق كل المنشآت أو كل الأماكن الترفيهية خلال أعياد شم النسيم. بشكر حضرتك دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة ومعي